السلام عليكم الأعزاء، اليوم راح ناخذ المحاضرة 18 من حضارات الكونترول انجينير للمرحلة الرابعة، وراح نكمل موضوعنا اللي هو State Space Equation، وناخذ مثالين حول هذا الموضوع. المثال الأول يقول Define the transfer function of the control system have the State Space Equation. هنا هو منطينا الـ State Space Equation ويريد من عنده الترانسفير فاكشن عكس الامثله السابقه اللي هو يعطينا ترانسفير فاكشن ويريد من عنده الستيت سبيس ايكويشن. هسه شلون نحل هذا السؤال؟ نرجع نحل طرق حنا بصوره عكسيه، يعني بمعنى انه من كان يعطينا ترانسفير فاكشن ونجد من عنده الستيت سبيس ايكويشن راح نجد ذا كوفيشنت اوف ذا ايكويشن اللي هو الـ A والـ B اللي هو متفرعة A0 و A1 و A2 و B1 و B0 و B2 قلنا نجدها من خلال البسط والمقام of the transfer function اللي هو المقام يمثل الـ A الـ A0 والـ A1 والـ A3 والـ B يسوون الـ B0 والـ B1 والـ B3 وتعتمد على the maximum S of the بالنسبة للمقام. فبالتالي راح قلنا راح ننزلها بالانبوت ترانسفير ست سبيس على المعادله الاولى والاوتبوت على المعادله الثانيه، ادي شن نضربها بالسالب بالنسبه للاي نوت والاي 1 والاي 2 والبي ما نضربها بالسالب. هسه ذا ستاندرد فورمولا ست سبيس ايكويشن هاي اللي معطيكم اياها قبل محاضرتين. هسه من خلالها راح نجد انه بالمقارنه مع الستاندرد فورمولا مع الاكشوال فورمولا اللي هو معطيناها بالسؤال راح نعرف الان يساوي 3. شلون عرفنا الان يساوي 3؟ من خلال ذا دايمنشن اوف ذا ماتريكس اللي هو يساوي 3 في 3. الاي نوت راح يساوي 5، منين عرفناها من اول معامل بالنسبه للماتريكس the third row of the matrix، والاي 1 يساوي 10 لغينا السالب لان هو من اصل المعادله، والاي 2 يساوي 5، والبي 1 1 والبي 2 2 والبي 2 2 من خلال ذا اوتبوت اوف ذا ماتريكس واللي يساوي واي 1 2 3. هاي مثل بي 1 وبي 2 وبي 3. هسه بعد ما اوجدنا ذا كوفيشنت اوف ذا ماتريكس راح نعوضها بالجنرال فورمولا كذلك هم بالمقارنه. احنا هذا عندنا الجنرال فورمولا اللي يساوي لنا بي ان ناقص 1 اس ان ناقص 1 بلس الى ان نصل بي نوت، والهاي اس ان وبالنسبه لي ان ناقص 1 المعامل اس ان ناقص 1 الى ان نصل للاي نوت. راح مجرد بس ننزل بما ان وجدنا البي نوت والبي 1 والبي 2 والاي نوت والاي نوت والاي 1 والاي 2 والاي 3 قبل ننزلها على الجنرال ستاندرد ايكويشن راح تطلع لنا هاي المعادلة S سكوير بلس 2S بلس 1 على S 3 بلس 5S سكوير بلس 10S بلس 50 اللي هو هاي ما هو المطلوب اللي هو هذا ستاندرد ترانسفير فاكشن اوف ذا سيستم. يعني بمعنى انه بعض الامثله راح تجيكم يعطيك الستيت سبيس ويريد الترانسفير فاكشن، او بالعكس يعطيك الترانسفير فاكشن ويريد الستيت سبيس اوف ذا كويشن. فانتبهوا له، هي نفس الخطوات ونفس الحل، بس مجرد انه نستخلص ذا كوشن او ذا ماتريكس بالنسبه اذا كانت في حاله الستيت سبيس او في حاله الترانسفير فاكشن. خلونا ننتقل ويا المثال الثاني اللي هو يقول لك find the state space equation for the series RLC circuit. معطينها بالسؤال مربوطة بشكل توالي ويريد من عندنا state space equation. هنا يريد اشتقاق معادلة طبعا بما انه ما عندنا ارقام ويريد لنا state space، وبالتالي راح يريد من عندنا اشتقاق معادلة. انتبهوا هيك امثلة شوية بيها فكرة ويراد لها شغل. اول ما نجي راح نسوي ابلاين كاشوال فولتج اللي هو معروف عندكم مجموع الوصليات حول اي دائره، اذا كانت التوالي يساوي صفر. ف في اس يساوي ار بالنسبه في التيار يساوي في اس في سي اللي هو الوصليه اللي موجوده على المتسعه بلس ال في دي اي في دي تي
هاي بالنسبة شنو ال بالنسبة دائما احنا المحاثة مضروبة في مشتقة التيار. عندنا كذلك معادلة ثانية، طبعا هاي المعادلة الأولى. معادلة ثانية شو يسمونها في بالنسبة لإس بالنسبة لتي، واحد على إس تكامل دائما التيار بالنسبة للمتسعة يساوي لنا التيار، و تكامل عفوا تكامل التيار بالنسبة للمتسعة. طبعا هاي المفروض تحطوها قوانين بالثالث البلوك دايجرام والترانسفير فانكشن اوف ذا سيستم الموديلنج اوف ترانسفير فانكشن اوف ذا سيستم. المهم هي طبعا ثلاث قوانين بالنسبه للالكتريكال سيركت. المحاكاه تنضرب في المتسعه واحد على اس في تنضرب في تكامل التيار، والمقاومه تبقى على حالها الار في الار. هاي ستاندرد فورمولا اوف ذا ترانسفير فانكشن اوف ذا سيستم البلوك دا كنترول بلوك دايجرام اوف ذا سيستم بيس اون ذا موديلنج. هسه وجدنا المعادله الاولى، المعادله الثانيه من خلال الاولى من خلال ابلاين كوشر فولتج لو، المعادله الثانيه اللي هو ستاندرد فورمولا اوف في وسطيه المتسعه بالنسبه للتيار. هاي هنا راح نبسطها، ناخذ لها مشتقه وبالتالي راح تلغى التكامل فتبقى واحد على سي اي بالنسبه للتي. شغل ان from the equation من المعادله الاولى راح نعرف ان الاكس 1 يساوي بي سي والاكس 2 يساوي لنا. عشان عرفناها من خلال المعادله، لانه دائما الاكس 1 هو اللي يساوي لنا المعادله اللي بدون حركه بعثه بدون اي مؤثر، والاكس 2 اللي هي المعادله بعد التاثير اللي هو المشتقه. فبالتالي يساوي الاكس 2 راح عرفنا اكس 1 يساوي بي بالنسبه لاس، والاكس 2 هو يساوي لنا تيار. راح نشوف نعوضهم وين، راح نعوض اول مره نبسط المعادله يساوي ال دي اي على دي تي بلس ار بالنسبه للتي يساوي بي سي يساوي بي اس اللي هو السورس بالنسبه للتي. مجرد نقلنا المعادله بسطناها على يعني نقلنا الفي اون بوت يساوي الفي اوت بوت اللي هو مجموع المحادثه في مشتقه التيار الار بالنسبه للتيار تي وبلاس دي سي. هنا راح نعوض هسه دي اي بالنسبه للدي تي يساوي لنا اكس 2، يعني احنا قلنا الاكس 2 يساوي لنا التيار، وبالتالي مشتقته يساوي لنا اكس 2 يساوي لنا دي اي على دي تي. راح نعوضها هنا، هنا بنفس الوقت نقلناها للطرف الاخر سالب ار هذا اكس 2 الاي بالنسبه للتي اكس 2 فقبل عوضناه هنا ماينس راح يصير ماينس طبعا في سي يساوي اكس 1 كذلك عوضناها استنادا الى هاي الاستنتاجات بلس بي اس. هسه اكس 2 راح ننقل ال ال للطرف الثاني اللي هي المحادثه قيمه المحادثه يساوي 1 على ال يساوي 1 على ار اكس ناقص ار اكس 1 بي اس بالنسبه للتي. بالتالي راح ناخذ يعني نخليها نلغي يعني راح نقدم هنا الاكس 1 والماينس ار 2 بالنسبه للاكس 2 بالنسبه هنا عوضنا بكان الفي اوف اس يساوي واي اوف اس اللي هو الفي اون بوت. فبالتالي احنا قلنا الفي اس هي في اون بوت وبالتالي تمثل لنا الواي بالنسبه للتي اللي هي قلنا هي اون بوت اوف ذا سيستم، وبالتالي الواي يساوي في سي يساوي اكس 1 اللي هو حسب هاي المعادله يساوي الواي يساوي في سي يساوي بالنسبه للاكس 1. هم كذلك بالمقارنه. بس نجي نمثل هاي المعادله اللي المعادله بالنسبه المعادله الاولى والمعادله الثانيه اللي هي الاستنتاجات المعادلتين الاخيره. راح نقول الفي اس والاي اس اللي هو اكس 1 والاكس 2. الاكس 1 راح يساوي لنا في اس حسب هاي المعادله حسب هذا الاستنتاج، والاي بالنسبه لل ال طبعا هنا قلنا اي بالنسبه لل ال عوضناها لان هو الاي هو تيار واحد، فبالتالي هنا رمزنا اي بالنسبه للار على مود يكون اقرب للتمثيل من هاي بي بالنسبه للاس واي اي بالنسبه للار.
طبعا هتقدر تقول اي مو فد مشكله، لان هو التيار هو نسيته بالنسبه للمحادثه والمتسعه والمقاومه. يساوي لنا هسه اذا مثلنا المعادله الاولى فيساوي لنا صفر بواحد على اس، صفر بواحد على اس اللي هو يا المعادله اللي اشتقيناها، هاي المعادله شوفها واحد على اس اللي هو دائما مشتقتها يساوي دي في سي اس، يساوي مشتقتها يساوي موجوده بس واحد على اس، فبالتالي واحد على اس هاي بالنسبه راح يصير صفر في بي اس تلغي. واحد على اس بي ال اي ال اللي هو مثلتنا المعادله الثانيه بعد ما لغينا التكامل. الاي بالنسبه للال اللي هي شو تمثل اللي هو مشتقه الاكس 2 اللي هاي المعادله الثانيه. شوف هاي المعادله اكس 2 واحد على ال بعد ما استخرجناها واشتقيناها من معادله كوجن 1، ويساوي سالب واحد على ال ار واحد على ال ماينس ار على ال يساوي هاي. هاي شوف من نرجع للمعادله فنسيتها، واحد سالب 1 على اكس في في اس، شوفوا في اس اللي هو تمثل لنا شوفوا قيمه المتسع، قيمه الاكس 1 اللي هو في اس. كذلك سالب ار على ال، طبعا هنا بعد ما دخلنا ال على المقاومه يساوي لنا ار على ال، ار على ال فيساوي لنا في مضروب الاي ال اللي هو يمثل لنا الاكس 2 دوت الاكس 2. هسه بلس هنا الفي اون بوت اللي هو قلنا مثلنا لنا البي اس اللي هاي واي اوف بالنسبه للدي اللي هو تمثل لنا بي سورس او بي ان بوت يساوي صفر بالحاله الاولى، بالحاله الثانيه واحد على ال اللي هو راح تمثل لنا بس بالنسبه للاي اللي استنادا الى المعادله الثانيه، بالاولى صفر بالثانيه واحد على ال اللي هو بس هذا الطرف موجود من ندخله على الاقواس. هسه الاوتبوت حسب هذه المعادله يساوي صفر بواحد في اس على في انبوت. ليش هنا راح من مثل المعادله في اس في واحد فتبقى نفسيتها في ال في الصفر فتلغي هاي ال تلغي بلس زيرو بالنسبه للفي انبوت اللي هو الدي هنا عندنا دائما صفر. يعني هنا دائما مثل هيك نوعيه الاسئله حاولوا تركزون عليها لان بها فكره وخاصة بها اشتراح معادلة، يعني هي نوعا ما يحتاج لها شوية thinking. حاولوا تفكرون بها، احتمال راح تجيكم شوية دوار أكثر تعقيدا. مجرد أنه تحاولون يعني طرق الحل مثل هيك أمثلة، تحاولون تجدون علاقة بين الإكس 1 تجدون ليش هو ثلاث معادلات أريد منكم. بس دائما هي تجي دائما كيرشو فولتج لو كرنت لو كذا أو كذا حاله اللي هو تدور العلاقه بين الاكس 1 والاكس 2 اللي هي تمثل لنا معادله الانبوت، والعلاقه الثانيه بين الواي والاكس 1 اللي هو معادله الاوتبوت. من خلال جنرال اكويجن طبعا هي دائما تجيكم على الكاشو فولتج لو او سمثينج ايلس، حاولوا تفكرون بها. قلت لكم مثل الامثله ما بها ستاندر فورمولا، بها اشتقاق يعني بالاصل هي اشتقاق، وبالتالي يحتاج لها تنكينج من عندكم. شكرا جزيلا للاستماع، هنا خلصت محاضرتنا، ان شاء الله نلتقيكم بالايام والاسابيع الجايه محاضرات اخرى، شكرا جزيلا لكم.